السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الفيديو هذا بختصره بشكل سريع عشان الوقت، هو مهم كثير. كثير من الشباب يرسلوا لي يتواصلون، حصاننا هو يعني هو يركض يحذف اما يمين او يسار. عندك حاجتين، اما الحصان عنيد يبغى الاسطبل او جافل من حاجات حولنا. يا شباب لابد حنا معرفية الحصان نطلعها. شلون نطلعها ونخلي الحصان يبدأ يتعرف؟ نخرجه هو مسار، خليه يشوف كل حاجة، خليه يتعرف، خليه يشوف الاجزاء اللي موجودة، القطع المرمية، الحاجات ذي، الطريق اللي دائما يخاف منه. اكتشف الخيل تفكر وعنده احساس وعنده امور، فلابد انت توسع معرفته. الحصان يفكر وعنده احساس وكل حاجة، ما يمتنع عن حاجة كذا عبث انه بس عناد او طبع خايس او شيء، لا، كلها مكسبه. الاطباع ما يكسبها الا عن طريق الضرب والتعامل، هذا ما لنا شغل فيه. نتكلم عن الحصان اللي يخاف، يعني هو يكنتر يحذف يمين او يحذف يسار، او لا شاف شيء لقيته يطالع وجهه هنا. شلون حنا نتخلص من الحاجه هذه؟ نتخلص منها يوم نطلع الخيل، نبدا نعودها وهي مسار، خلها تشوف، خلها تجلس نص ساعه، خلها توسع نطاق المعرفيه عندها، تبدا تعرف هي وش قاعد تتعامل معاه. ما تنترك كذا وفجاه في يوم وليله تبغاها تعطيك اللي انت تبغى، لا، لابد انها تبدا تعرف وتشوف. ابدا ورها الاشياء اللي تخاف منها، الارضيات اللي ما تتجرع عليها لابد انها تتجرع عليها، عشان ايش؟ عشان ما تخاف ويبدا تزيد المعرفيه عندها. هذا هو الصح في الموضوع. عشان ايش؟ بكره لا جيت تركض او قاعد تسوي حاجه ما تلقى جوادك يلف فجاه او يخاف من حاجه او يحذف، لا، يصير عنده معرفيه. مثلنا احنا احيانا تجينا حاجات او قطع حاجات ما نعرفها نجل عنها وناخذ الحذر منها. نفس الطريقه عند الخيل، تردد من ناحيه ارضيه الخيل او عفوا الارضيه اللي هي تمشي فيها، لابد ان يصير لها زي ما تقول ذائقه في الارضيه، تعرف تمشي على هذا وتعرف ان هذا نفود وتعرف ان هذا ارضيه قاسيه، فلابد تاخذ على المواضيع هذه. ما تنترك الخيل او تحسب انها يعني زي ما تقول تعاند على حاجه من غير سبب. الغالب منها، اغلب خيولنا تعاند على موضوع واحد اللي هو نقص المعرفه عنها، سواء في ارض، سواء في بجت، سواء في قطعه، سواء في كفر، سواء في سيارات، سواء في الامور هذه. لو لاحظ الحين دهمه جدا امورها الحيويه من احسن ما يكون، فوق الصفر. شلون؟ يعني هادي، قاعد تطلع وتشوف تتفرج وحولها حاجات وسيارات وطريق، ما عندها مشكلة. حتى لو بتدخل أي مكان أو بتشوف شيء أو تتعدى من جنب جكتات المرمية هذه، لا، بتصير وضعها من أحسن ما يكون. لاحظوا شلون؟ وهذا هو الصح. بكرة أنت لعودت خيلك على الموضوع ذا، صار عندها عادة إن أي شيء تمر أنت فيه ما هو بخطر، لأنها أعطتك الثقة اللي احنا نتكلم عنها الان. فهذا هو الصح. ولا تستعجل على خيلك، خيلك صغيره توها، اعرف ان النطاق المعرفيه عندها صفر وتبغاك تعلمها، ما تبي فجاه هي قاعد تركض تقول لك يلا نقزنا ذا، لا، الخيل تكسب. الخيل شلون تجيها الخبره؟ شلون تصير غاليه وقيمه عند اصحابها؟ اذا تعبوا عليها وقاموا علموها الاشياء ذي، وبكره ما عاد عندها مشكله تقدم، ما تتراجع عن شيء، وتعرف تتصرف مع كل شيء، حتى الوديان والشعفان والطرق اللي تكون محفره الخيل راح تعرف تتعامل معها اذا وريتها، تعرف ذي تنقزها، ذي والله توقف عندها، ذي تاخذ عنها يمين، ذي تاخذ عنها يسار، تبدا هي تسوي الحاجات هذه بالتدريج، صح دهما؟ ممتازه. هذا اللي احنا نتكلم عنه، بالتدريج الخيل تعطيك اللي تبغى، فقط اصبر عندها. علمها على الاشياء اللي حولك وبتصير الامور سلام ورحمه الله، تصير الامور من احسن ما يكون، ولكن لا تستعجل ابدا. علمها زي ما تعلم ولدك الصغير ولا تستعجل عليه، مو بشرط انه، وعلى فكره تراها تختلف، بعضها تعطيك الحين وبعضها تعطيك بوقت متاخر، بعضها مو باليوم. انا اليوم حالتي النفسيه ما تصلح، لا تكلمني لا تعطيني، خلاص قدرها. ولا تحرج نفسك يوم تعرف ان جوادك الان مو براضي او ما يبي، عشان ما تخسر الحلبه معه وتخسر المعركه من ناحيه تعليمك له، وتنكسر انت قدامه، بعدها تعصب تقوم تضربه وكل حاجه، صح ده؟ لا تستعجل في الخيل، وعطها اللي تبغى بالتدريج، صح يا دهمه؟ ها؟ ممتاز. يلا يعطيك العافيه عبد، ثانك يو.